انا اول مره الطفل زياد عبد الحميد. نحن صرنا 4 ايام هون بالطوارئ مشفى الحريري. انا بناشد وزير الصحه، بناشد الامم المتحده، بناشد اهل الخير اللي ابني عم بيموت قدام عيني. كل يوم ازود من يوم وحالته عم بتسوء، واليوم قالوا لي لازم تنقذي ابنك باسرع وقت، وما لقيت ولا مستشفى استقبلتني بكل لبنان. وما حدا عم يطلع ينقذه.